حولت حياة الناس لجحيم. سؤال: لما تلاقوا نفسكم فشلتوا في توفير الكهرباء للمواطنين، ليه ما تسيبوش أماكنكم وتمشوا؟ مصر أظلمت في زمن الأخوان، عدنا أكثر من 50 أو 60 سنة إلى الخلف. هذه هي الأجواء خلال القداس الذي أقيم لتأبين الضحايا. مشاعر الغضب والاحتقان كانت سيدة الموقف. جذور الأزمة تعود إلى المواجهات التي وقعت في محيط كنيسة ماري جيرجس بضاحية الخصوص شمالي القاهرة بين مسلمين وأقباط، بعد كتابة بعض العبارات المسيئة للدين الإسلامي على جدران معهد أزهري قريب. كالعادة نسبت هذه الاشتباكات إلى مجهولين، اندس من يطلق عليه بالطرف الثالث بين المشيعين لضحايا أحداث الخصوص الطائفية، وقاموا بقطع الطريق أمام الكاتدرائية المقصية بالعباسية والاشتباك مع قوات الأمن لتتطور الأمور إلى مواجهات عنيفة. سيادتك، احنا هننزل بيان من الرئاسة بخصوص اللي بيحصل في الكاتدرائية عند العباسية. ما حصل حاجة تاني؟ لا لا لا، الدكتور عصام حدد بيقول ان الموضوع كده كده هيبقى له أصداء في الخارج، وبالتالي احنا كمان لازم نبدأ نتعامل معاه من دلوقتي. تحب نقعد دلوقتي؟ لا 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 أبدا، احنا تمام. لو في أي كيد هبلغ سعادتك. اتفضل انت. بعد إذنك. خير إن شاء الله، اتفضل. الاعتداء على الكاتدرائية في العباسية لم يحدث في تاريخ مصر منذ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحتى عام 2013. ماشي، شو بقى من أيام سيدنا عمر بن الخطاب وحتى الآن لم يحدث على الإطلاق اعتداء على الكاتدرائية في مصر على الإطلاق منذ عمر بن العاص في مصر وحتى عام 2013 لم يحدث ابدا. كان في مرسي ده هيضيع البلد. في نوبات الاعتداء اللي حصل عند الكاتدرائيه ده هيفضل وصمه عار تطرده وتطردنا طول العمر. لكن وسايب الحداد يكتب بالانجليزي خاطب الغرب ويقول لهم ان المسيحيين هم اللي اعتدوا على المسلمين. اذا كان ضمن الكنائس بابا الكاتدرائيه اللي بتتهاجم قرر انه يعتكف في الدير، ولا طلع هاجم حد ولا هاجم البلد، يقوم ده اللي المفروض رئيس كل المصريين يعمل كده؟ بابا مش هينفع كده، احنا لسه ياما هنشوف كتير، فاهدى شويه من فضلك. انا نازل. راح فين؟ هنزل العب مع اصحابي على البسطه، جايبين الوان وكور وبتاع. معقول يا بابا؟ راح الشغل طبعا. بقول لك ايه سياده المستشار، اقفل بقى التلفزيون ده عشان اعصابك، والا قسما بالله هقول لهم ان انت من الصوابع اللي بتلعب في البلد. انا اساسا مش مستحمل اشوف حد ولا اسمع اخبارهم. صحيح، قول لي انت عزيت موريس ومراته؟